صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في السنن الرواتب؟ هل هو سنة أم واجب؟ وما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية سواء في الركعتين الأوليين أو من الركعتين الآخرتين؟ قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الفريضة وفي النافلة، سنة في الفريضة وفي النافلة. أما الفاتحة فإنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فمحل خلاف، محل خلاف. والراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام مالك أنه في الجهرية يستمع للإمام ولا يقرأ، وفي السرية يقرأ، يلزمه قراءة الفاتحة في السرية كالظهر والعصر. نعم.